السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عمرو شوقي. أوعى حد يفرقك عن أخوك، أوعى أي حد يشككك في وطنيتك ويشككك في أخوك. أخوك مهما كان، وصدقني والله العظيم، فأنت من غير أخوك ولا حاجة. لو أخوك ظهرك أنت رافع راسك في السماء. أخوك لما بيجرى له حاجة أو بيتوفاه الله أنت بتعمل إيه؟ بتحس إن أنت مكسور، انكسر منك أهم شيء أخوك. إنما حد هيقف جنبك مش هينفعك غير أخوك. فنصيحة والله، هما بيحاولوا بشتى الطرق إن هما يفرقونا، إن يبقى الجزائر تكره مصر، العراق تكره مصر، ليبيا تكره مصر، مصر تكره أشقائها وتتكره الخليج، علشان يشتتونا ويفتتونا علشان يقدروا يبلعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عمرو شوقي. ده عمرو شوقي اللي كان أكتر من قريبي، ده عمرو شوقي اللي كان أخويا وصاحبي وحبيبي، ده عمرو شوقي القلب الطيب بجد، ده عمرو شوقي اللي عرفني يعني ايه بلد عظيمة زي بلد الجزائر، ده عمرو شوقي اللي عرفني يعني ايه الشعب الجزائري الطيب، ده عمرو شوقي اللي وعاني على تاريخ الجزائر ونضالها وكفاحها ضد الاستعمار الفرنسي، ده عمرو شوقي اللي مهما اقعد اتكلم عنه هتكلم سنين مش هيكفيني كلام، ده عمرو شوقي اللي صحيت من النوم من اكتر من اسبوعين على فراقه وعلى رحيله، فجأة اتخطف من وسطنا، فجأة مبقاش موجود، فجأة بقى هو ده حال الدنيا اللي احنا فيها. للأسف من أكتر من أسبوعين صحيت من النوم على خبر وفاته عمرو شوقي اللي عرفني يعني إيه جدعنة، وعرفني يعني إيه حب، وعرفني يعني إيه بلد عظيمة زي بلد الجزائر، وعاني وسندني ودعمني وخلاني أحب الجزائر، وخلاني كل محتواي في قناتي الجزائر هو عمرو شوقي. أول واحد وقف جنبي، وأول واحد ساعدني، وأول واحد دعمني، وأول واحد ما تخلاش عني. النهاردة أنا بعمل فيديو عنه، وأنا أصلاً عمر ما خطر في بالي في يوم من الأيام إن أنا أعمل فيديو عنه أو إن أنا أتكلم عنه، لأن أصلاً عمر ما تخيلت اللحظة إن هو يفارقني وإن هو يسيبني ويسيبني بدري أوي كده. الحقيقة إن أنا من ساعة وفاته وانا واقف حرفيا مش عارف اعمل اي حاجة في حياتي بجد، واقف عن كل حاجة، واقف عن حياتي، نفسيا متدمر، نفسيا مش موجود، ذهنيا مش صافي، حاجات كتيرة اتغيرت جوايا من بعد وفاته، حاجات كتيرة اتبدلت في فكري من بعد ما سابني. انا بتكلم بجد عن حالة نفسية انا بعيشها منذ وفاته، حقيقي بجد مأثر فيا لدرجة لا تتخيلوها. لغاية اللحظة اللي انا بتكلم فيها دي وانا مش مصدق اللي هو مش وسابني، وان انا اصلا هصحى كل يوم من غير ما اشوفه، واصحى كل يوم من غير ما اقابله، واصحى كل يوم من غير ما اسمع صوته. انا بجد مش مصدق، بس غصب عني هو ده حال الدنيا، وهو ده اصعب حاجة في الحياة. يمكن الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا، وده حاجة مسلم بيها طبعا، بس الفراق صعب جدا، والبعد صعب جدا، والاشتياق صعب جدا. لما تصحى من النوم في يوم وتلاقي شخص عزيز عليك كان معاك امبارح مبقاش موجود، بتحس ان الدنيا كلها ضلمت في وشك، بتحس ان الدنيا كلها قفلت في وشك، بتحس ان انت مش عايش، بتحس ان انت مش موجود، بتحس ان انت ملكش نفس تعيش الحياة تاني، بتحس ان انت ما عندكش امل في بكرة، بتحس ان انت وقفت حرفيا، انا بجد وقفت حرفيا عن كل حاجة. ويمكن الفيديوهين اللي انا نزلتهم على القناة خلال الفترة اللي فاتت دول اصلا كانوا موجودين، انا كنت رافعهم قبل وفاته، انا بس كل اللي انا عملته اللي انا نشرتهم للناس، اكتر من كده انا ما عملتش. ولا من ساعتها وانا واقف، ولا من ساعتها وانا مش عارف اتحرك، ولا من ساعتها وانا مش عارف اطلع اتكلم، ولا من ساعتها وانا مش عارف الاقي نفسي عشان اقدر اتكلم عن اي حاجة. انا النهاردة بعد اسبوعين من وفاته، بعد اسبوعين من رحيله، وبعد اسبوعين من فراقه اللي كان صعب جدا عليا، قررت ان انا اعمل فيديو عنه، وانا اصلا ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان انا اعمل فيديو عنه. ده عمره ما خطر لي بال ان انا في يوم من الايام هعمل فيديو عنك يا عمرو. الله يرحمك يا عمرو، ويصبر اهلك، ويلهم اهلك الصبر والسلوان. وانا بعزي والده، وبعزي والدته، وبعزي اخواته اللي هم زي اخواتي بالظبط، والدته زي والدتي بالظبط،
والده زي والده بالظبط. خلونا نسمع جزء من كلامه في فيديوهاته وبيتكلم عن الجزائر وبيتكلم عن الشعب الجزائري وبيتكلم عن الوطن العربي وعن الدول العربية وازاي كان بيحب الوطن العربي كله وازاي كان بيحب الدول العربية كلها وازاي كان دايما نفسه ان الدول العربية تبقى احسن حال وفي احسن وضع. خلينا نسمع جزء من كلامه ونفتكره مع ان الواحد بيتأثر جدا لما بيشوفه، بس هنعمل ايه، هو ده حال الدنيا. خلينا نسمع عمرو شوقي وكلامه عن الجزائر وكلامه عن الشعب الجزائري. خليج بيقول ان امن مصر من امن الخليج والوطن العربي، فكنت بستغرب من الكلام ده، هل هو شعارات؟ يعني احنا بنقول كلام كده بنراضي بعض؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية دي انا ركزت فيها كويس قوي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب مصر زي ما انتم عارفين كده جيش قوي، تمام، قوة بشرية هائلة، تمام، لوحدها هل مصر تقدر انها لو حد عدو جه على مصر تقدر لوحدها انها تواجه العدو ده على الرغم القوة البشرية الهائلة والجيش القوي اللي فيها، هل تقدر تواجه؟ انا بقول لك لا. ليه؟ اقتصاديا مصر ما تقدرش على الرغم انها قوة بشرية هائلة. طب احنا بنقول ليه الخليج امن قومي لمصر وللوطن العربي كله؟ اقتصاديا ما نقدرش، ان انت لو لا قدر الله حصل لك اي عداء من اي دولة معادية اقتصادك ما يقدرش انه يتحمل تكاليف الحرب لساعة واحدة. فاحنا بنقول امنهم من امننا. ليه؟ ربنا من عليهم بنعمة اقتصادهم قوي جدا، هم قادرين ان هم يوقفوك على رجلك او يدعموك ماديا لو لا قدر الله حصل عداء عليك. كلام جميل. يبقى هم امن قومي ليك وانت امن قومي ليهم. ليه؟ لان هم ما عندهمش القوة البشرية اللي عندك، فده بيكمل ده. فسبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كده، ان شعب يعني ما عندهوش القدرة انه يدافع عن نفسه عشان ما فيش قوة بشرية عندهم، وعندك انت قوة بشرية. ده بيكمل ده عشان ما حدش يقول انا مالي. ده رقم واحد. رقم اتنين يا جماعة، بتتكلم بتقول ايه؟ بيتكلموا على نفسهم ان احنا جيش وطني، جيش يحمي ولا يهدد. بيتكلموا على نفسهم ان هم جيش وطني واحنا مش محتاجينكم في حاجة، او مش محتاجين الخليج ومش محتاجين مصر، احنا بتدعمنا روسيا، فاحنا لو اي دولة معادية جت علينا روسيا هتقف معانا. قولك انت مخطئ. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول، يعني شو انت بتقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعضهم اولياء بعض. يعني ايه؟ يعني انت مش هتعرف تتحالف معاه. نفترض، بديك مثل، جت النهاردة فرنسا قالت لك احنا شعب كم 70 مليون بني آدم، ومثلا الجزائر قريبة مننا والمساحة عندهم مثلا 600,000 كيلو، الجزائر مثلا 2 مليون كيلو، انا بدي مثلا. طب احنا نحتل حتة في منطقة في الجزائر علشان الجزائر 40 مليون وعندهم ما يقرب من 3 مليون، احنا شعب كبير وارضنا صغيرة، ما نحتل حتة من ارض الجزائر، انا بديك مثلا. طيب هل روسيا هتقف مع الجزائر على فرنسا؟ غلط. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال بعضهم أولياء بعض. وهديك مثل ونرجع سنين لورا، في حرب أكتوبر، إيه اللي حصل في حرب أكتوبر؟ الوطن العربي كله كنا بنقول إن إحنا متحالفين مع روسيا وروسيا هتدعمنا وهتقف جنبنا. إيه اللي حصل؟
على الرغم من هواري أبو الرئيس هواري أبو مدين رحمة الله عليه راح ودفع فلوس والدول العربية كلها وقفت في حرب أكتوبر، بس في حاجة صغيرة، إيه هي؟ إن روسيا اديتك سلاح دفاعي مش هجومي، لأنها لو كانت اديتك سلاح هجومي ما كانش هيبقى في حاجة اسمها كيان صهيوني. اديتك سلاح دفاعي تقدر تدافع بيه بس عن نفسك. هتلاقي الطائرات الموجودة المراج اللي هي بتاعت الحرب العالمية التانية دي اللي كنا بنحارب بيها فين؟ في أكتوبر. إنما الكيان الصهيوني كان بيحاربنا بفانتوم، بF-16، حاجات حديثة، طيارة تطير ربع ساعة وطيارة تطير 3 ساعات، فرق كبير. فين التوازن اللي عملته روسيا ليك؟ وإحنا كان آخرنا إن إحنا نعدي 12 كيلو في سيناء ونقف ونعمل تفاوض. يعني روسيا ما عملتش حاجة لينا، بعضهم أولياء بعض. الانتصار ده جاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن بدأت الحرب بالله أكبر. إنما حد هيقف جنبك مش هينفعك غير أخوك. فنصيحة والله، هم بيحاولوا بشتى الطرق إن هم يفرقونا، إن يبقى الجزائر تكره مصر، العراق تكره مصر، ليبيا تكره مصر، مصر تكره أشقائها وتتكره الخليج، علشان يشتتونا ويفتتونا علشان يقدروا يبلعونا. لما إحنا نخالف نص القرآن الكريم هتلاقي ده، لكن طول ما إحنا إيد واحدة استحالة حد يقدر علينا وحد يفرقك عن أخوك. اوعى أي حد يشككك في وطنيتك ويشككك في أخوك. أخوك مهما كان، وصدقني والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى سنشد عضدك بأخيك. فأنت من غير أخوك ولا حاجة. لو أنت فاكر أنك لوحدك هتقدر تدافع عن نفسك، صدقني والله ولا هتقدر تعمل أي حاجة. طول ما أخوك ظهرك أنت رافع راسك في السماء. أخوك لما بيجرى له حاجة أو بيتوفاه الله أنت بتعمل إيه؟ بتحس إن أنت مكسور، انكسر منك أهم شيء أخوك. أشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتهالي بعد ما سمعت كلامه عرفت قد إيه إن هو كان إنسان طيب من جوه، كان إنسان نقي من جوه، كان فعلا إنسان أي حد يشوفه يحبه وأي حد يعرفه ما يسيبوش. بجد الطيبين بيمشوا والناس الحلوة بتروح، وهو ده حال الدنيا للأسف. بس هنعمل ايه؟ هو ده حال الدنيا، مفيش حد فينا هيخلد فيها او حد فينا هيفضل فيها. ربنا يصبر اهله ويصبرنا، ويصبر كل واحد عرفه، ويصبر كل واحد شافه، ويصبر كل واحد يتعامل معاه. ان بجد غيابه كان صعب جدا، ورحيله كان مؤلم جدا، وفراقه كان موجع جدا. ربنا يرحمه، ربنا يغفر له ويسامحه ويجعل مثواه الجنة. أنا في النهاية مش لاقي أي كلام أقوله أعبر بيه عن حزني على فراق عمرو شوقي، أعبر بيه عن مأساتي على رحيل عمرو شوقي، أعبر بيه عن جرحي وألمي من غياب عمرو شوقي. بجد مش لاقي أي كلام يعبر عن اللي جوايا تجاه غياب عمرو شوقي، وتجاه رحيل عمرو شوقي، وتجاه فراق عمرو شوقي. أثر فيا بطريقة غير عادية، أثر فيا بطريقة مش طبيعية. ربنا يرحمك يا عمرو ويجعل مسواك الجنة، ويغفر لك ويسامحك وتجاوز عن سيئاتك. اللهم إذا كان من المحسنين فزيد في إحسانه، وإذا كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم تجاوز عنه. وأنا في النهاية بعز أسرته وأهله كلهم، بعز إخواته اللي هم زي إخواتي بالظبط، وبعز والدته ووالده اللي هم زي والدي ووالدتي بالظبط، وبعز زوجته وعياله اللي هم زي عيالي بالظبط. وأنا في النهاية قبل ما أختم الفيديو بتمنى ان انتوا تدعوا له بالرحمه، بتمنى ان انتوا تدعوا له بالمغفره، وبتمنى ان انتوا تدعوا قناته وتشاركوها في كل الجروبات وفي كل الاماكن، وتحاولوا بقدر امكانكم ان انتوا تشاركوا فيديوهاته على قد ما تقدروا، لان هو يستاهل، ولعلها تكون صدقه جاريه ليه بعد وفاته، ولعلها تكون منفعه لاولاده ولمراته ولاسرته، ولعلها تكون في ميزان حسناته. فيا رب انفع عمرو شوقي بما قدمه، ويا رب
ارحم عمرو شوقي بما عمله، ويا رب اغفر لعمرو شوقي على كل حاجة هو عملها في الدنيا. تلاقي اكتر من الكلمة دي اقولها في نهاية الفيديو، وهي ربنا لا تحرمنا اجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا لا تحرمنا اجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. السلام عليكم.